ومعنا هاتفيا من ستوكهولم عضو التحالف الوطني المعارض سيد لبيد الصميدعي. مرحبا بك سيد لبيد، كيف ترون إصدار مرجعية النجف بيانا بشأن انتخابات خلا من أي أسماء أو تلميح إلى قوائم أو حتى أشخاص تدعو إلى استبعادهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. واضح أن خطاب المرجعية في هذه المرة يختلف عن خطاباتها السابقة والمتعلقة بموقفها من الانتخابات. المرجعية تعترف بأن المسار الانتخابي في الانتخابات التي مرت الانتخابات الماضية لم يؤدي إلى نتائج مرضية، هذا واضح بيان المرجعية، لكنها عللت ذلك أولا بكون القانون الانتخابي، وهذه إشارة واضحة إلى الخلل في القانون الانتخابي، لا يرعى فرقة أصوات الناخبين، وهذا معناه أن الناخبين أن الأصوات يتم التلاعب بها إما من خلال التزوير أو من خلال الترهيب الذي يحاول ابتزاز كثير من المواطنين من أجل إدلاء بأصوات صالح قائمة من قائمة أخرى. المسألة الثانية التي تعلق بها المرجعية خلل المسار الانتخابي تقول ان القوائم الانتخابيه لا تتنافس فيما بينها على برامج تعليميه وخدميه او قابله للتنفيذ، وانما تستخدم الشخصنه وتستخدم الشحن القومي والشحن الطائفي والمزايدات الاعلاميه من اجل في 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 هذا السباق الانتخابي. نعم. طبعا هناك ايضا موقف من المرجعيه يؤكد بان الاختراقات التي رافقت التجارب الماضيه ستتكرر في هذه الانتخابات، واكد على ان السلطه تم استخدامها بشكل سيء من قبل كثير من المنتخبين وكثير ممن تسنموا المناصب الحكوميه العليا. هذا بحقيقه خطاب جديد لم يسبق للمرجعية أن تجرأت على قولي. كانت المرجعية في الانتخابات الثلاث الماضية كان واضح حيازها وكان واضح حثها المواطنين على المشاركة، في هذه المرة تترك المسألة لكل فرد. ما الذي دعاها إلى ذلك؟ يعني هناك إشارة صريحة أقرت واعترفت المرجعية بصراحة بإخفاق الانتخابات والعملية السياسية برمتها، ما الذي دعاها إلى ذلك برأيك؟ نعم، أولا هناك سبب يتعلق بالأزمات الكبيرة والهزات الكبيرة التي تعرض لها العراق خصوصا في السنوات الأربع الماضية. نحن نعلم أن الفساد الذي نخر مفاصل جميع المفاصل في العراق، المفاصل الحكوميه والمفاصل الاداريه والقطاع المدني والقطاع العسكري، ادى الى حاله انفلاج كبيره مما مهد الى نمو الطائفيه. بالحقيقه تعاظم الطائفيه، هناك مكون طائفي تعرض الى اضطهاد كبير والى انتهاكات كبيره بالحقيقه، ادى الى ردات فعل طائفيه بحيث حدث ما حدث منذ عام 2013 2014 حتى بداية هذا العام. نعم. وأشير بشكل خاص إلى الحرب التي قامت بين الدولة والحكومة والقوات الحكومية من جهة والتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية، وأدى هذا إلى تمزق كبير في النسيج الاجتماعي العراقي، وأدى إلى هجرة ملايين الناس وإلى قتل مئات الألوف من أبناء العراق. نعم. المواطنون حملوا اعتبروا أن المرجعية تتحمل القصة الأكبر من مسؤولية هذه الدماء التي نزفت من أجساد العراقيين. طيب. لأن المرجعية كان موقفها في الحقيقة كان أن هناك انحياز واضح المرجعية إلى مكون دون مكون آخر، مما أدى إلى الشحن الطائفي وإلى هذه الاحتقانات التي قادت إلى هذه الكوارث. ولكن سيد لذلك المرجعية تحاول أن تنهى بنفسها هذه المرة وتخفي نفسها من مسؤولية أي تبعة. نعم. ولكن لم تشر إلى الفاسدين، وهذا ما دعا هيئة علماء المسلمين أن تؤكد في بيانها أن بيان المرجعية يعني يأتي في سياق التسويغ والتسويف والانشغال بالحلول الترقيعية. كيف ترى موقف هيئة علماء المسلمين من العملية السياسية منذ عام 2003 وحتى الآن؟ أنا اطلعت على بيان هيئة علماء المسلمين، بدأ التشخيص واضح ودقيق
والتحليل واضح لكلام المرجعية. فيما يتعلق بموقف المرجعية، بالحقيقة الموقف المرجعية طرا عليه تراجع كما أشارت بيان الهيئة، كما أشار بيان الهيئة في أحد النقاط. المرجعية موقفها كان قبل نحو شهر، منذ نحو شهر صدر موقف واضح وصريح من المرجعية يقول بعدم التجريب المجرب، يعني لا تجربوا المجرب. هذا بالحقيقة أقلق كثيرا من جميع أقطاب العملية السياسية، وخصوصا أقطاب البيت الشيعي، وأقلقهم لأن هذا النداء واضح يقول للناس لا تنتخبوا من تم انتخابهم سابقا لأنهم فاسدون وسبب فشلهم. موقف العودة إلى سؤالك، موقف هيئة علماء المسلمين نعم باختصار كقوة مناهضة للاحتلال كان واضح والمسار ثابت في الحقيقة، و منذ بداية الاحتلال والهيئة علماء المسلمين تحث الناس على ترك العملية السياسية ونبذها وإسقاط العملية السياسية لأنها هي بالأساس سبب القرار والتمزق الذي حصل في النسيج الاجتماعي العراقي. ودعوة القوى المناهضة وفي مقدمتها الهيئة علماء المسلمين إلى مقاطعة الانتخابات بالحقيقة هي تمثل لسان حال الشعب، والقلق الحاصل الآن في أوساط السياسية داخل العملية الانتخابية هم قلقون من أن المشاركة ستكون قليلا من الحد الذي يجعل العملية السياسية ذات صلة شرعية. شكرا جزيلا لك من سوكولم، عضو التحالف الوطني المعارض سيد لبيد الصميدعي.